هنعمل محشي كرنب النهارده، وهنعمله طاجن، وكمان هنطعمه بشويه ريش كده حلوه تستاهل بقكم النهارده. فطارنا النهارده لوز العنب. يلا بينا نقول المقادير وبعدين ندخل على التحضير. ورق كرنب مسلوق ومتقطع، وطبعا احنا هرسنا موضوع ازاي يتسلق وازاي يتقطع، دي مش قضيه خالص دلوقتي، بقى كلكم ما شاء الله بقيتوا اساتذه في الموضوع ده. كيلو رز مغسول ومتصفي، عندي كمان خضره مشكله، شبت على بقدونس على كزبره وفرمان بالسكينه، طماطمايه متقطعه حلقات عشان احطها في الطاجن من تحت، وعندي عصير طماطم وصلصه، بصلتين حلوين كبار كده مفرومين، سمنه، فص ثوم صغنن جدا يطعم لي خلطه المحشي ويخلي ريحتها جايبه اخر الدنيا، وعندي ايه كمان شويه زيت كمان هنحتاجهم، وكمان فصين مستكه، وايه تاني، والريش بقى. يعني معقوله هنقول كل الحاجات الجانبيه دي وهننسى الاساس بتاعنا؟ عندنا ريش النهارده تستاهل بقكم. الطاجن بصراحه يعجبكم جدا ان شاء الله. هنحلي بايه او ايه اللي هنعمله نفطر عليه النهارده؟ هنعمل شويه خشاف زي ما الكتاب بيقول، بلح متفصص ومغسول، وزبيب، وعندي معلقتين سكر بس هقول لكم ليه دلوقتي، وسوداني او اي مكسرات موجوده عندك، قطعه صغيره من قمر الدين مقطعاها مكعبات ومجهزاها معايا، مشمشيه وتين وقراصية وجوزه الهند. السكر هحط معلقتين اتنين لو انت بتحبي السكر مظبوط بتاع الخشاف، في ناس ممكن تكتفي ان هي تكتفي بالتسكيره بتاعه البلح والزبيب، مفيش اي مشكله خالص، لكن انا عشان حاطه قمر الدين بيدي مزازه شويه مع التسكيره بتاعتهم، فعشان كده هزود معلقتين بس سكر علشان الخشاف بتاعي يبقى مظبوط 100 100. وكوبايتين ميه سخنه هنقعهم كل الحاجات الجميله دي في الميه السخنه، واركنهم لساعه الفطار، ازوده ميه عاديه بقى وعيشي وزي الفل كده النهارده ان شاء الله. اول خطوه هعملها عندي علشان اعمل الطاجن الحلو يطلع معاكي مظبوط وزي العسل، هدي تحميره خفيفه خالص للريش بتاعتنا مسلوقه ثلاث ارباع سلقه مش نيه. ممكن نحطها نيه، بس عارفين انتوا دايما يعني اللي متعودين معايا ان انا بحب دايما ايه اكون في السليم، عارفين في الامان يمان، يعني انا ممكن احطها نيه ابص الاقي المحشي استوى وهي وفي الاكل كده بتشد كده سيكه، لا مش عايزين كده، انا عايزه المحشي مستوي والريش دايبه دوب كده زبده كده وانت بتاكليها، فعشان كده اديتها ثلاث ارباع سلقه عشان كمان هستفيد بالشوربه بتاعتها ان انا اطعم طاجن المحشي بتاعي النهارده، فعشان كده هنديها تحميره خفيفه، احط كده معلقه سمنه. وخدوا بالكم من حاجه مهمه، المادة الدهنية اللي أنا حطاها قدامكم دي دلوقتي دي هتفضل معايا، مش هزود مادة دهنية تاني في الطاجن. ازاي الكلام ده؟ امال الخلطة هتتعمل ازاي؟ هنشوف دلوقتي مع بعض. سمنة، معلقة زيت، يبقى معلقة سمنة ومعلقة زيت، يسخنوا بس كويس قوي معايا، وهحمر الريش في نفس الحاجة اللي هعمل فيها خلطة المحشي. يعني ايه؟ يعني يا ستي هحط الريش هنا اديها تحميره خفيفه قوي بالسمنه والزيت وفصين المستكه، اشيل الريش ومطرحها هكمل خلطه المحشي. قوم ايه بقى طعم الريش المميز جدا هيبقى في الخلطه كلها وفي الطاجن بتاعي كده. سمنه وزيت سخنوا، مين معانا قولولي، فصين مستكه، احلى صباح واحلى كل سنه وانت طيبه لمدام ناديه. صباح الخير. صباح الخير يا وش الخير يا قمر. يا حبيبي تعالي ازيك يا مدام ناديه، وكل سنه وانت طيبه. يا روح قلبي كل سنه وانت طيبه، رمضان طيبة. كريم عليكي وعلى اسرتك واسره البرنامج. تسلمي لي يا حبيبتي، مبروك عليكي، ايه المفاجاه الجميله دي. تسلمي. بصي في يوم وليله كده خطفتك ما شاء الله، خطفوك يا قمر، انت تستاهل تخطف. تعيشي تعيشي يا مدام ناديه. عامله ايه يا حبيبتي؟ تسلم ايدك، وصفه جميله ما شاء الله. ان شاء الله هيعجبك. احنا القدام معاكي. لا يا ايوه يا حبيبي، انت الحبيب الاولي. والله ربنا، ازاي عرفتنا عامله ايه؟ بخير، فضل ونعمه والله الحمد لله. الاستاذ ايهاب وميدو كلكم بخير؟ بخير يا حبيبتي، ربنا يخليكي. الله يكرمك. تعيشي يا مدام. ورمضان كريم عليكي يا رب، وسلمي لي على كل كاست البرنامج. ربنا يخليكي، الله يسلمك. تسلم يا حبيبتي كل سنه وانت طيبه، تعيشي. انت طيبه، تعيشي يا مدام ناديه، شرفتيني. بصوا تحميره خفيفه خالص، اصلا انا مطلعاها من الشوربه
حطاها في الطبق تتشمع، وطبعا كل حبايبي القدام عارفين يعني ايه تتشمع، يعني الهواء يشدها، فتبصوا تلاقوها كانها متحمره، يعني هي واخده لون كانها متحمره. انا بس التشويحه دي فايدتها ايه؟ بطعم الماده الدهنيه اللي هعمل بيها خلطه المحشي، بتفرق جدا يا جماعه. دايما احنا متفقين مع بعض، تكات صغيره لكن مفعولها كبير جدا، نص يا دوبك كده تشويحه ونشيل على طول، وكده بقت الماده الدهنيه عندي واخده طعم وريحه اللحمه او الريش. يعني انت تقدري تعملي اللي احنا هنعمله النهارده ده بلحمه عاديه جدا، واظن بقى الميعاد ده مناسب جدا. كنتوا عاملين تشتكولي من الميعاد بتاع الساعه 11 بدري بدري بدري، الساعه 12 اهي، يعني حتى لو سهرانين زمانكم لازم هتقوموا دلوقتي عشان تشوفوا هتفطروا ايه. بطلوا كسل بقى وقوموا، يلا عندك لحمه طلعيها، عندك ريش، عندك فراخ، واشتغلي معايا يلا في الطاجن الجميل ده النهارده ان شاء الله. دي كده الدفعه الثانيه، وتبقى كده الريش اتحمرت معايا، خدت ريحه المستكه الحلوه، وفي نفس الوقت السمنه عندي بقت بطعم الريش كده بس زي الفل. يا ام زينب اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، ازيك يا ام زينب؟ كل سنه وانت طيبه. وانت بالصحه والسلامه، كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه يا قلبي، اهلا وسهلا. وطي التلفزيون شويه يا ام زينب. يا ام زينب وطي التلفزيون شويه وتعالي لي. وطيته، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا قمر، ربنا يخليك يا ام زينب. قولي لي يا ام زينب، انا معاكي. كنت عايزه اعرف طريقه الكنافه بالقشطه. والله ده انت اللي قشطه، من عينيا الاثنين. حاضر، اعمل لك احلى كنافه بالقشطه من عينيا. ربنا يخليك يا عيش يا قمر، شرفتيني. بصوا بقى كده مطرح الريش على طول، عملت ايه؟ نزلت بالبصلتين المفرومين وكده مفيش ماده دهنيه تاني، شكرا. يعني معلقه السمنه ومعلقه الزيت هما اللي شغالين معايا في الوصفه كلها من الالف للياء، والبصله كده لسه ما شدتش معايا، وانا مش عايزاها تشد، يعني مش عايزاها لا تاخد لون ولا عايزاها تدبل معايا، زي ما احنا دايما متعودين البصله طول ما هي حيه كده طعمها وريحتها فيها. اتفقنا؟ هروح واخده فص كده، فص توم بس، بصوا قد ايه، حاجه صغيره كده، واروح حطها مع البصله، وبعدين تقليبه حلوه، ويلا بقى نتبل البصله نفسها، ملح، واظن الملح اللي هنحطه دلوقتي والفلفل انتوا اتعودتوا وعارفين ملهوش دعوه خالص باصل التتبيله اللي هنتبلها للخلطه نفسها. انا كده بس بطعم البصله بس، مش اكتر من كده، يا دوبك بس احس ان البصله شدت معايا مش هسيبها للاخر ابدا. طول ما البصله كده يا جماعه معاكم واخده اللون الشفاف ده، مجرد ان البياض بتاعها بس اتكسر، بس طول ما هي شفافه كده معاكي طول ما طعمها وريحتها تفضل في الاكله معاكي. اتفقنا على كده؟ ماشي. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد الصلصه، بسم الله، اديها تحميصه الصلصه دي اللي عملناها مع بعض، دي الصلصه البيتي بتاعتنا، شوفوا جماله يا ناس، شوفوا حلاوته، شوفوا الصلصه بتاعتنا عامله ازاي، يا سلام على حلاوتها. كل اللي عملوها وبعتوا لي كلام حلو عليها انا بشكركم من كل قلبي والله. بعد ما نزلت بالصلصه كده على البصل، هروح جايبه الهريسه، واخده نص معلقه كده، لو مش بتحبي المحشي حراق، الناس بقى اللي تقول لك لا ده الكرنب ما يتاكلش غير هو مشطشط، حطي بقى هريسه، حطي قرن فلفل حامي، عيشي بقى براحتك خالص. بعد كده هحمص الصلصه مع البصله بهذا الشكل بس كده اهو، وبعدين هنزل بعصير الطماطم، واقدر اكمل الوصفه كلها بصلصه، مفيش اي مشكله خالص، بسم الله. وياهو حبذا لو صلصتنا اللي هي معموله من طماطم خالصه، وهقلب كده واتبل، وهخليها تاخد غلوه واحده بس مش اكتر من كده. نزل كل البصل ده، شايفين ازاي؟ بس وهي بتاخد الغلوه بتاعتها هنتبل. اتفقنا؟ هنحط، حاضر، ملح، وهنحط فلفل
ده بقى الاصل بتاع خلطه المحشي. يعني انا هنا ازود بقى واظبط الدنيا، واحط كمان شويه بهارات مشكله، البهارات برضو بتاعتنا اللي عملناها مع بعض. واهم حاجه عندي في الموضوع هنزل بسنه سكر اللي هي يعني ربع معلقه صغيره، مش اكتر من كده بس يا ستي. واتفقنا انها تاخد غلوه بس. نقلب ونكلم ندى. صباح الخير يا ندى. صباح الخير يا سيف. صباح العسل عليكي يا احلى ندى، ازيك؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا قمر، تعيشي. انا بحبك قوي والله، وبحب كل وصفاتك الجميله. ربنا يخليكي. قولي لي يا ندى هتفطري فين النهارده؟ انا هفطر في بيتنا. هتفطري في بيتكم؟ مين بقى اللي هيفطر معاكي؟ ماما وبابا واخواتي. ومين اللي عامل الاكل؟ انا وماما بنحضر في الاكل. قولي لماما كل سنه وهي طيبه وربنا يديها الصحه والعافيه يا حبيبتي يا رب. وانا بحبك جدا وكل اخواتي بيحبوك بجد. ربنا يخليكي يا قمر. هتعزم عندكم النهارده ولا ايه؟ قولي لي. ما يهمكيش حاجه، تعالي. دايما عامر يا رب بالخير. تسلمي يا ندى، اشكرك حبيبه قلبي، الف شكر. عملت ايه دلوقتي؟ يا دوبك الخلطه بتاعتي او التخديعه غليت غلوه واحده بس، مش اكتر من كده، شلتها بعيد عن النار. التوابل بتاعتها كلها مظبوطه، حطيت السكر بتاعها غليت بالتوابل، مفيش اي مشكله خالص. هعمل ايه بقى؟ هنزل بالرز بس ايه، على البارد بعيد، يعني ما نزلتش بالرز ولا بالخضره طول ما هي على النار. لما خدتها بعيد كده نزلت بالرز، عايزه اقول لكم الريحه طالعه عسل عسل عسل. ننزل كده بكميه الرز بتاعتنا الكيلو بهذا الشكل. حلو الكلام. وبعدين بالخضره، ما شاء الله عليها. الخلطه دي تنفع لاي نوع محشي ولا كرنب بس؟ تفتكروا ايه؟ طب انا مش هرد، انا عايزاكم انتوا تتصلوا بيا دلوقتي تقولوا لي الخلطه دي كده للكرنب بس حصريا، ولا اقدر استخدمها في اي نوع محشي؟ تقليبه حلوه. دخلي بقى الصلصه الحلوه دي في كل المكونات وشمي بقى طول ما انت بتقلبي كده، شمي الريح. طبعا احنا عايزين حاجه اقوى شويه. يا سمر صباح الفل. صباح العسل يا ست الكل. كل سنه وانت طيبه يا سمر، تعيشي يا قلبي، ربنا يكرمك يا رب. تعود علينا الايام بخير يا رب. الله يكرمك. اخبار حلوه على مصر يا رب. يا رب يا رب على الجميع يا رب. كل حبايبنا يا رب. اتمنى ان اوصل رساله لصاحبتي ام عبد الله في ايطاليا، تيجي هي واولادها بالسلامه يا رب. يا رب يا حبيبتي وصلوا بالف سلامه يا رب، اللهم امين. يا رب. واتمنى ام محمد، اتمنى ان شاء الله باذن الله السنه دي تعدي على خير يا رب. يا رب ان شاء الله. وانت طيبه يا حبيبتي يا رب. بركة الأيام الكريمة اللي احنا فيها دي، كل حاجة تعدي على خير وكل حاجة ترجع أحلى من الأول كمان بإذن الله. اللهم آمين يا رب. اللهم آمين يا رب. ويبارك لك ويبارك لك يا رب يا ست الكل. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا رب. على دماغي كلامك والله. أشكرك حبيبة قلبي، أشكرك، شرفتيني. بصوا بقى شايفين الخلطة لون وريحة، عايزة أقول لكم وطعم، بس اللهم إني صايم مش قادرين نقول وطعم. ولا يا استاذ محمد نقول وطعم وايه ولا ايه؟ ما ينفعش. ما ينفعش نقول وطعم، احنا كفايه قوي ان احنا نقول الريحه بس. يعني لما تعملوها في البيت بقى وساعه الفطار كده هتدعوا لي عليها ان شاء الله. دلوقتي الورق بتاع الكرنب اتسلق ومتقطع وجاهز، وادي الخلطه بتاعتنا ريحتها جايبه اخر الدنيا. دلوقتي بقى هتطلعوا فاصل وترجعوا نرص الطاجن مع بعض ونشوف هنعمل فيه ايه وهنسويه ازاي. فاصل قصير بس على القناة الدرايف. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. في الفاصل الاولاني كنا بنعمل بطل رمضان، بطل كل بيت مصري، محشي الكرنب، لكن عاملينه بتكات حلوه وعاملينه بطريقه مش متعودين قوي ان احنا نعمل محشي الكرنب في طاجن، وكمان عاملينه بالريش، وشفنا كل التكات وشفنا كل الاسرار بتاعت الخلطه الجميله بتاعت المحشي النهارده. هنعمل ايه بقى؟ ادي الطاجن عندي، حطيت فيه شرايح طماطم بالشكل ده في الطاجن من تحت. حلو الكلام. ممكن تحطي بصل، ممكن تحطي فلفل، بس انا حاطه طماطم بس كفايه قوي. وبعد كده الريش المحمره هروح حطاها في الطاجن من تحت هكذا. بسم الله كده في كل حته بالشكل ده. دي كده ايه في الطاجن من تحت. لو مثلا حته زي اللي انا كنت ماسكاها دي هتبقى قبل فوق، لا انا عايزه اظبط الدنيا. بصوا كده اهو،
ده الشكل بتاع الريش في الطاجن من تحت. حلو قوي، تمام، تسلم ايدك يا استاذ محمد. بعد كده هنحشي الصوابع الكرنب ونرصها عليه. تعالوا ناخد من الاخضر الاول زي ما اتفقنا، بحط ورقة الكرنب على صوابعي كده بالعرض، وبحط شوية صغيرين خالص عشان صوابع الكرنب العسل يطلع ايه سكر كده من ايديك. وبصوا عامل ازاي، ولا دوست عليه بقى زي ما بشوف اللي بيعصروه ينزلوا الخلطة الحلوة، نقعد نظبط في الخلطة نظبط في الخلطة، وبعدين تروح جاية عصرة منزلة كل البهاريز كلها وكل التوابل كلها. طب يبقى ليه؟ لا يا جماعة احنا ما بندوس عليه ولا أي حاجة خالص، خلي كده ايه صباع المحشي بخلطته بخيره كده اهو بالظبط زي ما استاذ محمد قال لنا كده. صباع الكرنب بالذات كل ما يكون صغير، طب انا اقدر اتحكم فيه يبقى يطلع صغير او ايه؟ بالخلطه اللي جوه بالرز، حته شويه الرز دول هم اللي بيتحكموا لي في حجم صباع الكرنب كده. وبروح لفه عليه بالشكل ده واشد كده هنا للاخر يقوم يتحكم معايا، واروح لفه بس اهو، ولا حتى من بره مليان رز ولا الحاجات اللي بنشوفها دي. صباع عسل يتاكل ني، يتاكل اكل خلاص كده. مش هنضيع وقتنا بقى في الحشو، احنا طبعا حشيالكوا شويه قبل الهوا، نجيبهم ونرص على طول عشان نشوف بعد كده هنعمل ايه تاني. يلا بينا، بسم الله. بصوا بقى، عايزه حد يجاوب استاذ محمد على اللي بيقول لي اللون الاحمر ده جه منين، ولا اجاوبك انا على ما حد يتصل بينا يقول لنا السر بقى في الصلصه البيتي بتاعتنا اللي احنا عملناها على ايدينا يا استاذ محمد. ليه؟ عشان الصلصه بتاعتنا حاطين فيها بنجر عشان يديها لون احمر طبيعي مش لون صناعي زي اللي بره، فهو اللي بيخلي الصلصه حمراء بالشكل ده ويخلي الاكل عسل كده ولونه كده زي ما شفتوا استاذ محمد اثرنا فضوله ازاي المحشي الاحمر ده محمر كده ازاي. وعارف لو عملت بيها كمان شويه مكرونه بقى يا سلام على الجمال، مفيش بعد كده. يا ريم. الو، ازيك يا ريم؟ اهلا، ازيك يا شيف هالة، عامله ايه؟ الحمد لله بخير، تعيشي يا ريم. وانتي طيبه يا قمر، ربنا يخليكي يا ريم. ايه رايك في المحشي ده يا ريم؟ ايه رايك في الكلام ده؟ عارفين انت يا شيف هالة، وراكي في كل مكان. ده على طول تعباكوا معايا كده، معلش يا ريم. احنا صاحيين من الصبح علشان نطلع على الصلاة. طب يلا عشان تعملوا طاجن الكرنب بقى، يلا. يلا احنا بنعمله اهو يا هالة وراكي على طول. ايوه بقى، هو ده المحشي بيحب الصحيان بدري، يلا قومي نفذي على طول. ما احنا قلنا النهارده مش هنعمل الفطار غير لما نشوف الشيف هالة عامل ايه وننفذ على طول. حبيبتي حبيبتي، ربنا يخليكي، وكل يوم فطار احلى من التاني ان شاء الله يا ريم باذن الله. تسلميلي، ربنا يخليكي يا رب يا شيف هالة. تسلميلي، اشكرك وشرفتيني، كل سنه وانت طيبه، كل سنه وكلكم طيبين. بصوا بقى، اوعي تدوسي على المحشي تبططيه عشان ما يعجنش منك كده، على خفيف كده عشان كمان لما يجي يستوي ياخد راحته، لكن لو دوست عليه بططته كده بالشكل ده انا ما اديتوش مساحه الرز يستوي فيها. بس يا ستي وخلصت الشغلانه، وطبعا مش هنولع عليه ولا هندخله الفرن غير قبل الفطار بساعه، هو بياخد ساعه بالظبط في الفرن بيكون استوى وبقى زي العسل. شايفين ازاي اهو كده؟ اوام اوام، والله يعني يا استاذ محمد بجد برافو عليك انك خدت بالك من لون المحشي ان هو مميز معانا النهارده بالشكل ده، واخد لون وردي حلو كده يفتح النفس. بس يا ستي هسيب براح لحاجتين، هسيب براح للريش، هرص ريش تاني على الوش، وهسيب براح عشان المحشي كمان يستوي. يا مها. صباح الفل يا شيف هالة. صباح الخير، ازيك يا مدام مها، عامله ايه؟ يا مها الصوت قطع يا جماعه. طيب يا حبيبتي كلميني تاني يا مها، كنت مستنياكي والله يا قمر، كنت عارفه ان انت يا عيني من اكتر الناس اللي على طول حريصه انك تكلميني. بصوا مش هزود عن كده، لازم يكون في براح شويه. خلاص كده هجيب الشوربه بتاعه الريش اللي سلقت فيها الريش وهسقي بيها المحشي. بسم الله، يبقى عارفين اللي هو ايه كله منه فيه كده يعني. نجيب بقى كبشة حلوة ونسقي المحشي بتاعنا تقليبة، وطبعا الشوربة يا جماعة سخنة. اظن انت عايزني ابدل، هقول لك انا هظبط لك الدنيا. بص كده ماشي كده احسن،
كده احسن تعيش. نشيل ده ونسقي المحشي الجميل بتاعنا بالشوربة. لو انا هعمله نفس الحكاية باللحمة برضو هسقي بشوربة اللحمة. مش هنزود الشوربة لسبب، انا حاطة ريش تحت فعاملة لي فراغ في الطاجن، فكل الشوربة اللي انا بسقيها دي ممكن تضحك عليكي بمنتهى السهولة بس تخليش حاجة تضحك عليكي. الشوربة دي كلها بتنزل الاول تملى الفراغ اللي عند الريش، فانا عشان كده مش هزود الشوربة فوق. يعني بصوا لازم المحشي هو اللي يبقى باين كده بالشكل ده. بس اما نخلص بس نعمل الخشاف وعناية ليكوا. حاضر كده خلاص المحشي بتاعنا جهز وبقى زي الفل. هروح جاية بقى على الوش كده وحاطة برضو ايه الريش في كل حتة كده متحمرة وزي العسل. ويتغطى يا جماعة بورق فويل، تحتيه ورق زبدة الأول وبعدين ورق فويل، وهيدخل الفرن من تحت. في الفرن من تحت بشيل الشبكة، بخليش أي حاجة كده في النص، وينزل على طول. بحط صاجة تحت وروح مدخلة الفرن أهو ساعة، وتطلعي تكشفيه، تفتحي الشواية كده حاجة بسيطة قوي كده، مجرد بس إن الريش تاخد لون الشواية الجميلة بس يا ستي، مش أكتر من كده. الفرن بيبقى عالي جدا ولازم يكون سخن قبلها. يعني بصوا كده ازاي الصاجة بتاعت الفرن، هي أستاذ محمد حطاها في الفرن من تحت اهي، شايفين ازاي اهي محطوطة في الفرن من تحت، واروح حط الطاجن عليه عشان حتى لو فار منه شوربة ولا حاجة ما تبوظليش الفرن، تنزل في الصاجة نفسها زي ما هوريكم دلوقتي. بسم الله يلا بينا. بسم الله اللهم بارك لكل حبايبنا يا رب. اهو بالشكل ده نشيل الطاجن وبعدين يبقى براحتنا. بسم الله. طبعا هو سخن مولع. خلي بالكم كمان من حاجة، ان الكرنب غير ورق العنب. ورق العنب لما تعمليه طاجن كده وتنزليه ينزل قطعة واحدة سليم، ورق العنب خشن شوية، الكرنب ورقه ناعم، فسهل جدا ان انت دلوقتي تلاقي بقى ايه نزلت هي والريش كده حاجة يعني ملهاش حل. بسم الله يلا بينا. بسم الله بالراحة خالص. سخن مولع سخن مولع اهو اهو. بصوا شايفين الجمال، الريحة طالعة. يا ربي يا ربي النهاردة اللهم اني صايم حرام. انا اللي حرام عليا، امال انا اللي في الريحة نفسها بقى اعمل ايه؟ عايزين لا 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 بقول لك ايه، لسه الشهر طويل. استنى بصوا بقى افتحي كده، بصوا الكرنب مستوي خالص ازاي، شايفين عامل ازاي، والريش اهي في كل حته كده اهو. بالشكل ده الف هنا وشفا ليكم جميعا. طاجن الكرنب النهارده اللي بالريش، الريحه اللي جايبه اخر الدنيا.